أهلا بكم. رعى جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في مركز الحسين الثقافي احتفال الكنائس بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وحضر الاحتفال الذي نظمه مجلس رؤساء الكنائس في الأردن رؤساء كنائس القدس والأردن وممثلون عن الأوقاف والهيئات المقدسية وعدد كبير من الشخصيات المسيحية الرسمية والشعبية من مختلف محافظات المملكة. وألقى ممثلو كنائس وأوقاف القدس خلال الاحتفال كلمات قالوا فيها: إن عيد الميلاد المجيد يجسد السلام والمحبة ويذكر بأهمية السلام العادل لكل البشر وترسيخ الأخوة والعيش المشترك. وأضافوا أن الأردن بقيادة جلالة الملك سيبقى الحصن المنيع في الدفاع عن القدس ومقدساتها، مؤكدين أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. في هذا الزمن الصعب والحروب والمآسي التي تحدث في الدول المجاورة وفي خضم معاناة الإنسان اليومية والخوف المتزايد في قلوب الناس من المجهول الآتي، كم كان الإحساس جميلاً والمشاعر جياشة مليئة بالثقة والحب والأمل عندما حصلتم على جائزة تيمبلتون للوئام والسلام. فهذا زادنا فخراً واعتزازاً وحباً لجلالتكم، فقابلتم العطاء بكرم هاشمي أصيل ينم على حرصكم المعهود على المقدسات حين تبرعتم بجزء كبير من هذه الجائزة لإعمار كنيسة القيامة، وأنتم تبرزون للعالم أجمع الصورة الحقيقية للإسلام ونموذجاً فريداً للعيش المشترك وإصرار زعيم عظيم على حفاظه على النسيج الوطني السليم والحقيقي في مملكته. نحن وإياكم أهل وعشيرة، تقاسمنا لقمة العيش سوياً في الأرض المباركة، نواجه ظروف الحياة حلوها ومرها، مستندين بعيشنا المشترك إلى العهدة العمرية منذ 1400 عام، عهدة أسسها وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توجب علينا كمسلمين الدفاع عن كنيسة القيامة والحفاظ عليها للمسيحيين وحدهم، كما نحافظ ويحافظ المسيحيون على المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم. صاحب الجلالة، ثقوا أننا على العهد باقون، نلتف حول المسجد الأقصى ما دام فينا عرق ينبض، ونتمسك بالرعاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات. نثمن عالياً جهود جلالتكم الدولية المخلصة بالتنسيق مع دولة فلسطين ومن نتائجها مجموعة قرارات اليونسكو الداعمة لحقوقنا الثابتة في المسجد الأقصى ومدينة القدس. In Jordan, we all get to enjoy several blessings. The beauty of the religious coexistence and fruitful dialogues that bring all the communities even closer to each other. The blessings of living the spirit of the Amman message, that of the religious moderation, inclusion, and respect. The blessings that we in Jordan, under the patronage of Your Majesty, are one family, and that this country, even if small in size, is a cornerstone of the stability of all the region. On this occasion, we turn to you and to the Hashemite family, which has always been not only the guardian of the holy places, but also the guarantor of social and religious peace in Jordan and Palestine. Once again, we are here to support your efforts to ensure that the voices of your people, Christians and Muslims, are heard in all institutional, regional, and international forums.
so that the delicate balance of the Holy City is preserved, the voices of the poor of the Holy Land find acceptance, and for justice and truth to be supported. وتضمن الاحتفال فقرات فنية وثقافية من أداء جوقة ينبوع المحبة وأوركسترا المعهد الوطني للموسيقى وعدد من الفنانين الأردنيين والعرب.